كثر خيركم يعطيكم الصحة. وانت استاذ حتى انتم القلم وال... انا فرحان استاذ فرحان. انت ريحنا معاك في المصلى وريحنا معاك في البيس وريحنا معاك في المطعم وريحنا معاك الحقيقه كان التواصل العملية الاتصالية كانت سلسة للغاية من طرف طاقم الار ان دي كامل لمناضليه مع الصحافة اكيد الرئيس هذيك الحنانة اللي عنده ولد الشعب ولد القليل ولكن البلاد ايضا نبنيوها بالدينار دونك يدي ميكانيزم ايكونوميك كون دو ريسبكتي سا سي تري امبورطون وانتم راكم جامعيين وراكم ربي بارك كفاءات دونك كاين شيء وين تكون عندنا عاطفه مع شعبنا مع نوقفوا معاه ورفقه تاعو ولكن البلاد نبنيوها قوة بالعلم وبالكفاءه وبالخدمه بالخدمه ما 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 اعتقدش ان البلاد تنوض بلا اولادها وخاصه انتم شباب وخاصه انتم الشباب وعندكم دور مهم اللي لازمنا نقولوا هذه هذا التيئيس هذا اللي في القهاوي وهذه احنا نديروا اجازات كبيره وهذو بعض الافواه اللي يحبوا يفسدوا كل شيء والله والله الطاقه السلبيه بالضبط وعندنا شبابنا اللي مازال شويه كذا ممكن ياثروا فيه صح انتم عندكم دور كبير لو ما تنخرطوش كسيتو انتم عندكم سلاح هو الاعلام وتوظفوه لصالح الجزائر اذا ما وظفتوش ما نقدروش نقلبوا على المشكله.